اللي في البلد. أعرف جيدا كرة القدم الموريتانية ودرستها وفحصت تاريخها بعمق شديد منذ أن حددت الكرة أننا سنواجه فريق موريتانيا في هذه المجموعة، وأيقنت أن تاريخ هذا الفريق حافل بإنجازات وأداء متميز، واستعدادنا للمباراة يسير على ما يرام نظرا لأنها مباراة هامة رغم كل ما قيل عنها. أصيب فرجاني ساسي وكنا في سباق مع الزمن ليستعيد لياقته بالمستوى المرجو وليتعافى ليلعب دون أدنى إعاقة. لم تكن إصابته في الكاحل بالقدر الذي يعوق أدائه إعاقة تامة، ولكنه ليس في أحسن حال اليوم، ولا أستطيع أن أجزم أنه في حالة اللاعب الأمثل. لقد سألني كثيرون عن تغيير اللاعبين وخاصة حارس المرمى، ومن الطبيعي ألا أفصح عن التشكيل النهائي للفريق لما في ذلك من سرية يحق لي أن أحتفظ بها. لقد قمت بالفعل بتغيير حارس المرمى بين المباراة الأولى والثانية، ولا يسعني إلا أن أقول أننا واجهنا موقف غير متوقع ومفاجئ بالمرة. أعرف جيدا أن فريق تونس ضمن 5 فرق إفريقية لعبت ومثلت القارة في كأس العالم الأخيرة، وهذا معناه أن فريق تونس منافس شرس وكل لاعب فيه مصدر خطر لنا، ولكننا واثقين في مهاراتنا وقوة فريقنا. سنقدم لعبا مميزا حتى إن كانت فرصتنا للتأهل لا تتعدى مقدار 0.5%.